هذا وشهد معرض البحرين الدولي للطيران مشاركة واسعة وإقبالا جماهيريا كبيرا. ويركز المعرض هذا العام على التواصل المباشر كهدف أساسي بين العارضين والزوار الذين جاءوا من جميع أنحاء العالم. في يومه الأول شهد معرض البحرين الدولي للطيران إقبالا جماهيريا كثيفا من داخل مملكة البحرين وخارجها، إلى جانب المشاركة الواسعة من قبل كبرى الشركات العالمية التي تعكس مدى التطور الذي يشهده قطاع الطيران. إعلانا لبدء العرض الجوي يبتدي بطائرات سلاح الجو الملك البحريني بمرور مجموعة من طائرات الفاس 16 وطائرات الهوك مرافقة لطائرات طيران الخليج. كذلك السلاح الجو مشارك بنسبة كبيرة في التنظيم يعني والإعداد لهذه المعرض، وكذلك يعني يوجد شاليه خاص لسلاح الجو لاستقبال ضيوف المعرض. سلاح الجو الملك البحريني يشارك في جميع اللجان التنظيمية لهذا المعرض، فهناك لجان للسلامة، هناك لجان للعروض الجوية، سلاح الجو موجود في جميع هذه اللجان. وأكبر دور لسلاح الجو في هذا المعرض هو في تنظيم الطائرات اللي تستعرض في الجو. هذه فرصة كبيرة للاطلاع على يعني آخر ما توصلت إليه صناعة الطيران. أهمية معرض طيران في البحرين إبراز قدرات الشركة، إيجاد فرص التعاون في مجال التصنيع الدفاعي، تقديم الحلول فيما يخص الحلول العسكرية. شركة إج من كبرى شركات التصنيع الدفاعي، تم تصنيفها ضمن أكبر 25 شركة على مستوى العالم. تنتج كثير من المنتجات مختلفة سواء في مجال اليو اي في أو مجال الأسلحة والصواريخ وفي مجال دعم المهام والآليات العسكرية. معرض البحرين الدولي للطيران وفر منصة لتجمع صناعي القرار والشركات العالمية من أجل طرح الفرص الاستثمارية المختلفة وتبادل الخبرات والتعرف على التقنيات الحديثة التي حلت على جسد قطاع الطيران. بكل أمانة التنظيم كان جدا رائع، الدخول في انسيابية. أنا حضرت في معارض كثير للطيران، حضرت في الإمارات في السعودية، لكن هنا كان التنظيم أكثر من رائع، الدخول كان بانسيابية. المعرض بكل أمانة رائع وأكثر من رائع، لأي أحد مهتم في الطيران راح ياخذ معلومات بالتأكيد أكثر عن مستقبل الطيران، عن الحاضر وعن الطيارات. يعني تدخل تاخذ تور في الطيارة، الناس كلهم جايين يستكشفون عالم الطيران، يستكشفون الشركات الجديدة المطروحة، وفي الحربية وفي المدنية، في أشياء واجد شدت انتباهي. الطيارات زي ما انت شايف مفتوحة للزوار، وفي عندك الكافيات والمطاعم وفي كذا قطاع ثاني، لكن القطاع الأهم اللي هو الطيارة حقت الإمارات، إمارات إيرلاينز، كانت بدورين، فكانت جميلة من جد أنها تدخلك جوة الطيارة وتوريك كيف المسافر بيكون مرتاح، والمضيفات إيش الخدمات اللي بيقدمونها لك باسنجر. والله بصراحة التنظيم ما شاء الله كثير عالي، والزوار جايين من أكثر من بلد، مثلي أنا يعني جيت من الأردن حتى أحضر هذا الإيفنت، وكثير عجبني ما شاء الله التنظيم وناس كثير حاضرين من خارج البلاد. وتتضمن هذه النسخة برنامجا مكثفا للتواصل وتطوير الأعمال ومنتديات للفكر الريادي، إلى جانب معرض فريد من نوعه يعرض أحدث الطائرات والتقنيات وابتكارات صناعة الطيران من جميع أنحاء العالم. معرض البحرين الدولي للطيران يحتفل بمرور عقد من التميز والنجاح بحضور الآلاف من كافة أقطار العالم، يشهدون العروض الجوية والفعاليات المصاحبة لتؤكد المملكة على أنها أصبحت الوجهة السياحية والمفضلة لدى الجميع في القطاع الجوي. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.